الرومانسية تنتظر هذه الأوراق خلال شهر يوليو تموز. الصيف هو فصل المرح والخفة والحب والرومانسية، وبما أننا حاليا في موسم السرطان والذي سيستمر حتى 22 منه، فإن جميع الأوراق تمر في مرحلة فيها الفائض من المشاعر والكثير من الأحاسيس المرهفة. وبطبيعة الحال كما هو معروف، كل برج يتعامل مع هذه النوعية من المشاعر على طريقته الخاصة التي تتناسب مع شخصيته، وبالتالي فإن التي تتفاعل مع هذه المشاعر بشكل إيجابي هي بشكل عام الأبراج الرومانسية والتي تملك المشاعر المرهفة. الفترة المقبلة تحمل الرومانسية لثلاثة أبراج محظوظة للغاية، وذلك لأن الرومانسية هذه ستوفر الأمان العاطفي والشغف والكثير من الحب، وهذه المشاعر مجتمعة ستؤسس لعلاقة يمكنها الاستمرار لوقت طويل، وذلك لأن الأسس التي ستقوم عليها ليست مبنية على الشغف والحب فحسب، بل على ما هو متين ويمكنه الصمود وواجه أي مشاكل أو عقبات قد تفرض نفسها. فمن هي هذه الأبراج المحظوظة والتي يحمل لها الشهر الحالي الرومانسية والحب والشغف؟ هذا ما سوف تعرفوا إذا تابعتم مع الفيديو. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار كل فيديو جديد. على رأس القائمة برج السرطان. عيد ميلاد سعيد للذين ينتمون إلى برج السرطان. الشهر الحالي سيجلب الكثير من الرومانسية والحب، وذلك لأن حركة الكواكب هي لصالح برج السرطان. وبطبيعة الحال السرطان حاليا هو في حالة من التصالح مع الذات، وذلك لأن الطاقة المنتشرة في الأجواء هي طاقته، وعليه هو يشعر بالراحة التامة ما يجعله يظهر ما هو عليه فعلا، وهذا ما يضاعف جاذبيته. ساترون وبلوتو. ساترون وبلوتو سيحفزان البيت السابع والذي هو بيت الشراكات، ما يعني أن العلاقات في حياة السرطان ستكون أفضل من أي وقت مضى، ومن ضمنها العلاقات الرومانسية سواء وجدت أم أنها قيد التحضير. خلال الشهر الحالي السرطان سيكون لا يقاوم، وعليه فإن فرص عثوره على الرومانسية والحب مرتفعة أكثر من أي وقت مضى. ثانيا برج الجدي. الجدي المعروف بتحفظه وشخصيته التقليدية يعيش حاليا مرحلة مختلفة، وذلك لأن حركة الكواكب ستجعله يكتشف الجانب الحساس من شخصيته والذي لن يخاف من إظهاره، وهذا ما سيجعله يجذب كل من يلتقي به. بعض الذين ينتمون إلى برج الجدي قد يجدون أنفسهم خلال هذه الفترة يعيدون تقييم نظرتهم للرومانسية وحتى آلية تعاملهم مع حياتهم العاطفية وحتى خوفهم من التعرض للربط. هذه المقاربة ستجعل الجدي يقارب الحب من زاوية مختلفة، ومع تضاعف أصلا فرصة عثور البرج هذا على الحب فإن المقاربة الجديدة ستجعل الوقوع في الحب وتلقيه في المقابل سهل للغاية. ثالثا برج الحوت. الحوت يشعر بالراحة المطلقة خلال موسم السرطان، وذلك لأنه يتفاعل بشكل مثالي مع المشاعر المرهفة. حركة الكواكب ستحفز البيت الخامس للحوت والذي هو بيت الرومانسية والهوية الشخصية والإبداع، وعليه فإن المشاعر الخاصة بالبرج هذا ستكون في ذروتها. وبما أن جاذبية الحوت حاليا في ذروتها فإن العثور على الحب لم يكن سهلا كما سيكون عليه خلال شهر يوليو تموز. الفترة المقبلة هي فترة الوقوع في الحب وتلقي الكثير من الشغف والحنان للذين ينتمون لبرج الحوت. هي فترة من السعادة التي يستحقها برج الحوت. نتمنى لكم شهرا سعيدا. شكرا للمشاهدة،
شكرا لدعمكم المتواصل يا احسن جمهور في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رايكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناه لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.